الله معك. بكل حياة في فعل وردة فعل، حتى بالحب. صحيح إنه منحكي عن الحب من أول نظرة يلي منسميه إعجاب، إنما الحب الحقيقي لابد إنه يمرق بمطحنة الحياة وبمطحنة التجارب. ولما بده يولد بيولد من رحم التضحية حتى نقدر إنه نسميه حب. لهالسبب الحب بيخلق من خلال العيش وردود الفعل على فعل عملناه. ممكن يكون إعجاب ويتحول لحب، وممكن يكون حب خاطئ ويتحول لكره بعد ما مرق بكور التجارب. نحنا ما منختار مين نحب وما منختار مين نكره، إنما المواقف والأفعال وردات الفعل هي يلي بتزرع فينا ناس وبتقلع منا ناس. الله معك.